بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتفرج بها كروبنا وهممنا وغممنا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع لنا في أرزاقنا وفي أخلاقنا، اهدنا لأحسن الأخلاق، واصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا يصرف عنا سيء إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا إنك سميع الدعاء. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وتكلمنا على مصارف الزكاة، وهي آخر جزء في الزكاة. إذا جمعت الزكاة كيف أصرفها، ولمن أصرفها، وكيف أقسمها؟ هو ده موضوع الآن. المفروض أنها تبقى وظيفة الحاكم، ولكن لو تخلى الحاكم عنها صارت وظيفة المالك، هو المسؤول عنها. كعصرنا هذا الآن، الحاكم يجمع الضرائب ولا يجمع الزكاة، فأصبحت الزكاة مسؤولية الأفراد في هذا الزمان. وهي طالما مسؤولية الأفراد يبقى تبريء ذمة، لكن لا تؤدي ما شرعت له من القضاء على الفقر. وعلشان كده تلاقي ظاهرة الفقر منتشر، لأن لو كانت بوظيفة الحاكم ويجمع كل أموال الأغنياء في وعاء واحد، لكان هذا الوعاء مليارات متعددة من الجنيهات، يستطيع من خلالها إن هو ينقل ناس من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى. ففي خلال 5 6 7 8 سنين ينتهي الفقراء في المنطقة بالكلية، وده اللي حصل ايام خلافة عمر عبد العزيز وغيره. لكن لما صارت وظيفة المالك، فبقى كل مالك يقسم الزكاة بطريقة لا تغني الفقير، لكن تقضي حاجته قد شهر ايام اسابيع، لكن يرجع فقير تاني، فهيفضل الفقراء يزدادوا. لكن على اي حال، هو بالطريقة دي يبرئ ذمته، ولكن لا ينبني عليها الاثر المرجو منها، لان الزكاة اصلا فقه امة وليس فقه افراد. فقه أمة يكون به الحاكم بالنيابة عن الأفراد، المفروض هذا. لكن على أي حال، إحنا الوقت بنتعلمها عشان نبرئ ذمتنا أولا إذا كنا من أهل الزكوات، وعشان نعرف هل إحنا من ضمن المصارف لو احتاجنا نمد إيدنا ناخد ولا ما ناخدش. لأن لا يجوز سؤال الناس إلا في حدود ضيقة، لأن سؤال الناس حرام أصلا، ويجوز في حدود ضيقة. درجة أنا مرة جمعت الشحاتين بتوع قايتباي، اديتهم درس امتى ازاي تسال الناس، لان كل درس الاقي لي 20 30 40 واحد مستنيني عايزين ياخدوا مني. فرحت جمعتهم قلت لهم ادخلوا، واديت لهم درس ايه هي اصلا اداب المساله ازاي، لان هي فقه، ده فقه، ده باب في الفقه. امتى اسال الناس وابقى كده قدام ربنا بريء، ومتى يحرم السؤال، ومتى يحل، ومتى يستحب، ومتى يكره، ليها احكام فلازم تعرفها، وهكذا. فعلى اي حال، احنا النهاردة هنحاول نخلص الابواب اللي هي مصارف الزكاة. كنا وقفنا على انواع الثمانية اللي هي بيقول في الهامش: فصل، وتدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين، 2، والعاملين عليها، 3، والمؤلفة قلوبهم، 4، والغارمين، 5، وفي سبيل الله، وابن السبيل، مش كده برضه؟ ها؟ وفي الرقاب، وابن السبيل، وفي سبيل الله في الآخر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أدي 4، وبعدين جاب لك في تاني: وفي الرقاب، واخد بالك؟ والغارمين، وفي الرقاب والغارمين، وعد في تاني: وفي سبيل الله، وفي الاخر وابن السبيل. يبقى في كررت مرتين، لها علة دي على فكرة.
هتبان لك العلة دي في أثناء الشهر. يبقى دي ثمن مصارف، ثمن مصارف عندنا في سبيل الله لا يجوز إلا عن طريق الحاكم. يبقى الحاكم ما بيجمعهاش، يبقى ما عندناش في سبيل الله الآن، لأن سبيل الله تجيش الجيوش، وتجيش الجيوش دي في وظيفة الحاكم. الحاكم ما بيجيش الجيوش، يبقى وقف عندنا مصرف سهلة، ما عندناش مصرف في سبيل الله، خلاص وقف اللي هو ايه تجيش الجيوش. بعض العلماء دلوقتي قال لك خلي في سبيل الله اي وجوه الخير بقى، ولكن هذا رأي مرجوح. تبني مستشفيات مدارس مساجد، لكن ده مرجوح. تخلي في سبيل الله في الزكاة تجيش الجيوش. امال المصارف التانية اللي قال عليها العلماء زي بناء المساجد والمستشفيات، خليها من مطلق الصدقات اعمال الخير التانية اللي هي مش من مصارف الزكاة بقى، اللي هي التكافل الاجتماعي وتعاون المواساة والحاجات دي كلها ليها ابواب خير ايضا. يبقى ما عندناش في سبيل الله اول حاجة. ما فيش عبيد، يبقى ما عندناش في الرقاب، يبقى ادي مصرف كمان راح مننا، يبقى قالنا ستة. ما فيش مؤلفة قلوب، يلا مع السلامة، يبقى بقينا هنا خمسة. ما فيش عاملين عليه، لان الحاكم مش موظف ناس تجمعها، يبقى بقينا عندنا اربع مصارف حاليا. حاليا احنا بنلعب في اربع مصارف سهلة في العصر بتاعنا، لكن عندما ندرس لازم ندرس الثمان مصارف، علشان اذا تغير العصر وتغيرت الحاجة نبقى احنا جاهزين بالعلم بتاعنا. بس ادي المسألة. ها؟ لا ما ياخدش، لانه مش من قبل الحاكم، ده هو اللي عوظف نفسه. هل الحاكم ولا يبقى متبرع، يبقى بيعمل كده متبرع وله ثواب من الله، لكن له ان ياخذ منها لا بصفته عامل، ان كان فقير او مسكين يبقى ياخذ بصفه اخرى، او غارم او ابن سبيل يبقى ياخذ بصفه اخرى غير صفه العامل عليه، لان العامل عليه لابد ان يكون من الموظف ياخذ اجره يوميته، مش بياخذ اكثر من يوميته. انما الفقير ياخذ حاجته، العامل عليها لا ياخذ حاجته، ده ياخذ اجرته. في فرق بين ده وده، خدت بالك؟ يبقى العاملين عليها، يبقى ما فيش امام مسجد بيجمع صندوق زكاه يقول انا من العاملين عليا ياخذ، ما ينفعش، لانه متبرع. والحاكم ما قالوش لم الزكاه، كويس؟ وثانيا انت المفروض اللي بيدي لك المرتب هو الحاكم، مش انت اللي بتاخده. بتروح انت خزانه الدوله تروح فاتحها كده ومدد ايدك تاخد مرتبك، ولا بتروح تقبضها من الايه من الموظف وليك مكان تمضي خانه ومعروفه وهو اللي يقبضها لك ويعد لك؟ يبقى انت ما فيش هذه الصوره غير موجوده، يبقى ما ينفعش يقول ولا عاملين عليه. والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ممكن تجد المؤلفه قلوبهم، قد تجدها احيانا يكون واحد لسه حديث عهد باسلام، مسيحي واسلم، مش لاقي وظيفه، غلبان تعبان، يبقى انت عايز تألف قلبه فتدي له جزء من زكاتك لحد ما يشق طريق ويقوى اسلامه، ممكن. لكن مش هتبقى عامة، مش كل مرة تلاقي، لكن ممكن تلاقيها، لان المؤلفة قلوبهم انواع، اربع انواع، بس لازم منهم كافر. الكافر مش من مصارف الزكاة، لانه ممكن يكون واحد كافر الحاكم المسلم بيديله مقابل ان هو ما يغيرش على بلاد المسلمين، لان بلاد المسلمين مش مستحملة حروب اليمن، فنقول له احنا هندي لك يا سيدي مقابل امان، ما يجراش حاجه. امتيازات يسموها الوقت في السياسه الحاليه، امتيازات، ندي له نوع من الامتيازات عشان نغريه ان ليه مصالح عندنا، يقوم ما يهدمش بلادنا واحنا مش مستعدين نواجهه. يبقى ده من المؤلفه قلوبهم، لكن مش في مصارف الزكاه لانه كافر، لكن من الخزانه العامه للدوله، واضح؟ لكن المؤلفه قلوبهم اللي بباب الزكاه لازم يبقى مسلم، واضح؟ يبقى المؤلفه قلوبهم فيهم اربع انواع، منهم نوع كافر، ده مالناش دعوه بيه، دي شغله الحاكم، هو من خزانه الدوله مش من باب الزكاه. والثلاث انواع التانيين مسلمين، اما حديث عهد باسلام او يرجى اسلامه او نقويه، او يكون بيشوش على الناس دينهم، مسلم بس بيشوش على الناس دينهم، زي الصحفيين دلوقتي قاعدين يشوشوا على الناس دينهم، والاعلاميين بيشوشوا على الناس دينهم وهم مسلمين. المهم انتوا بتشوشوا على الناس دينكم ليه؟ يقول لك علشان الصحيفه بتاعتي تتباع وتنتشر واكسب. نقول له طب يا سيدي احنا هنكسبك وما تشوشش على الناس، خد مبلغ كل سنه وحل عنه، احنا مش فاضيين مشاكل، فاهم؟ يبقى ده من المؤلفه قلوبهم برضه، بس ده يكون بفعل الحاكم، يختارهم وعن طريق الادارات بتاعت الازهر اللي ماسكه الزكاه تعمل الحكايه دي.
لكن على اي حال احنا ما عندناش الاربع مصارف حاليا في الزمن بتاعنا ده. وهو ظاهر غني عن الشرح، يعني ايه؟ التمانية معروف، غني عن الشرح، الا معرفة الاصناف، فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، ده تعريف الفقير. اما الفقير في العرايا، ده باب العرايا مختلف عن الفقير اللي باب الزكاة. الفقير اللي في العرايا فهو من لا نقد بيده، نقوم نديله رطب من على النخل بمثيله تمر من على الارض، واخد بالك، كيلا خرصا، يعني ايه؟ تخمينا، دون تحقق ايه؟ شرط المساواة، التماثل، مش كده برضو؟ ما لازم التماثل والتقابض والحلول في الاجناس الربوية، اللي حضر معنا دروس الربا ايام ما شرحناها كويس. تمر من الاجناس الربوية يشترط فيها ثلاث شروط، لما اكون ببدلها ببعضها، ثلاث شروط والا نقع في الربا: التماثل يعني وزنا بوزن، كيلا بكيل، والتقابض يبقى يدا بيد، والحلول يبقى لازم، مش ايه؟ مش نسيئه، والا نقع في ايه؟ في انواع ربا ثلاثه. واضح؟ يبقى فقير العرايا غير فقير باب الزكاه. فقير باب الزكاه اللي هو ما عندوش دخل يكفيه خالص، لا دخل لا على الحديده، وحتى الحديده باعها لما الحديد غلي، فبقى معاه مش على حاجه، فاهم؟ يبقى ده اسمه الفقير، ده اللي ايه؟ باب الزكاه. انما تيجي بقى باب العرايا، قد يكون غني، عنده يعني اراضي وعنده اطيان، لكن ما عندوش اموال نقديه سائله يشتري رطب لاولاده، وقاعدين كل يوم يعيطوا له عايزين رطب، لكن عنده تمر في المخازن والعيال نفسهم في رطب، يقوم يجيز له الشرع ان هو يبدل شويه تمر من اللي عنده على الارض برطب على النخل خرصا، عشان يقضي حاجه اولاده، وفيها عله الربا الا ان النبي استثناه في حدود خمسه اوسق. كويس؟ يبقى اسمه فقير العرايا. فهمت بقى؟ فده ما يخشش معانا في باب الزكاه. نخش باب البيوع تلاقيه هناك تدرسه في باب الربا، فاهم؟ فهو من لا نقد بيده. والمسكين من قدر على مال او كسب يقع كل منهما موقعا من كفاته ولا يكفيه، كمن يحتاج الى 10 دراهم، يعني محتاج 10 دراهم في اليوم، يعني قول 10، قول دلوقتي محتاج 50 جنيه في اليوم عشان يصرف على عياله، ويجي له بدل ما ال 50 يشتغل طول اليوم يجي له 20 30، يجي له اكثر من 50%، يجي له 25 30 جنيه، يبقى هو هنا محتاج. لكن الفقير لو كان ليه كسب بيجي له اقل من 50% من احتياجه، يبقى هو محتاج 50 جنيه في اليوم بيشتغل يقبض 10، يبقى ده فقير. طب الثاني بيحتاج 50 جنيه في اليوم يشتغل يقبض 25 او 30، يبقى ده مسكين. الاثنين ياخدوا من الزكاه. واضح؟ والعامل من استعمله الامام، اهو العامل اهو من استعمله الامام، مش اللي عين نفسه، لان ده بيقع فيه كثير من ائمه المساجد. يا ما شفنا ائمه مساجد ياخدوا من صندوق الزكاه يقول لك ما انا بقسمها وبوزع وانا عامل عليه، حرام قطعا. لكن ياخد بصفته فقير ما يجراش حاجه، لانه برضو ائمه المساجد اللي عايشين على مرتباتهم فقراء يحتاج، فهمت؟ يبقى ياخد بصفته فقير لكن مش بصفه عامل عليه. ولو خد بصفه فقير ياخد اكتر، لان العامل عليه هياخد يا دوب اجره اشراف وتوزيعه، أجرة يومية، إنما الفقير قد يأخذ حاجاته كلها، يبقى هياخد أكتر. لو تفقه ياخد أكتر، ولو لم يتفقه ياخد أقل وحرام. شفت الفرق بين الفقيه وغيره؟ يبقى الفقيه ياخد أكتر وحلال، والجاهل ياخد أقل وحرام. افهم، أدي فايدة الفقه بقى. والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها. والمؤلفة قلوبهم هم 4 أقسام، أحدها مؤلفة المسلمين، وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيؤتلب بدفع الزكاة له، وبقية الأقسام في المبسوطات. وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى من سهم المكاتبين. والغارم على 3 أقسام، أحدها من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل دينا بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان أو فقيرا. يبقى الغارم ده اللي هو غرم من أجل تسكين فتنة، حصل نزاع بين أسرتين في الصعيد على قتيل بينهم، فهيقوم طار والدنيا هتبقى حريقة، أما قال لهم يا جماعة نتحمل دية القتيل ده وتصالحوا مع بعض، وراح دفع 1,000,000 جنيه للناس اللي هم أهل القتيل دية، فبقى غارم، بقى مديون، فجأة بقى مديون. يجي الحاكم
يديله سد دينه. ليه؟ لأنه قام بمكرمة وهو الإصلاح بين الناس، حتى ولو كان غنيا يديله دينه قدر دينه بس، ما يديلوش أكتر من كده، يديله قدر دينه بس. كويس؟ يبقى ده نوع من الغرامة، وكانت بتحصل زمان أيام ما كان في مروءة، كانت الناس كده ملوش دخل في حاجة يغرم، ماشي في الشارع كده اتنين بيتخانقوا، بتتخانقوا ليه؟ خد مني 1000 جنيه، يا عم ما تزعلش منه خد الألف، يلا مع السلامة، يغرم. تملي الناس أهل المروءة بيغرموا، تلاقيهم ماشيين طول النهار يغرموا كده، فبقوا الغارمين. عشان كده سيدنا رسول الله أجاز لسيدنا معاذ بن جبل الهدية في عمله ولم يجعلها له رشوة. ليه؟ لأن سيدنا معاذ كان شهم، أي حاجة يدفع فلوس عشان يحل المشاكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز له أن ياخد في وظيفته هدية، لأنه يعلم النبي أنه مش هياخدها لنفسه، ده هياخدها للناس. فسيدنا معاذ بن جبل الوحيد اللي النبي أجاز له وهو موظف ياخد هدية في وظيفته، مستثنى. شفت هدية؟ دي حاجات خصوصيات للصحابة، يبقى النبي له أن يستثني من شاء، واخد بالك، من أمته بما شاء من الأحكام. يبقى النبي له التصريف التشريع، هو له التصريف التشريع، وده باب واسع لم يبحث فيه أحد، محتاج بحث يتجمع في كل الأبواب، كيف أن النبي له التصريف التشريع من قبل الله عز وجل. وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه، فإن أدى من ماله أو دفعه ابتداء لم يعطى من سهم الغارمين، وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة، بل هم متطوعون بالجهاد. وأما ابن السبيل، لأن خد بالك أن المجاهدين دول نوعين، نوع موظف في الجيش الحكومة متوظف وبياخد مرتب، ده ما ياخدش في سبيل الله مرتبه من الزكاة، لأن ده بياخد من إيه؟ من الحكومة. في نوع تاني متطوع، لما يحتاج المسلمين جهاد أكتر، مجاهدين أكتر، ففي الناس تتطوع. المتطوعين دول هم اللي بياخدوا بقى أجرتهم من إيه؟ من سهم في سبيل الله. قد تكون هذه الأجرة نفقته على أولاده فترة غيابه، وتجهيزه وإعطاء السلاح المناسب والسفر المناسب، كل ده يتاخد من إيه؟ من باب في سبيل الله. بل هم متطوعون بالجهاد. وأما ابن السبيل فهو من ينشئ سفرا في من بلد الزكاة، أو يكون مجتازا ببلده، إما بيمر علينا يعني ترانزيت ففقد ماله فمحتاج يكمل سفره لبلده، يبقى ده ابن السبيل. أو أنشأ سفره من بلدنا من إقامته هنا وعايز يقطع تذكرة يرجع بلده ومعهوش، يبقى ده ابن سبيل، نقوم نقطع له احنا التذكرة ونسفر من أبوال الزكاة. كويس؟ ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية، يشترط فيه انه يبقى ايه؟ ليس عاص ايه؟ بسفره، ما يكونش سفر معصية، لكن قد يكون عاصيا في سفره. في فرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. المعصية بالسفر سفر نفسه معصية، كان يكون خارج جاي بلاد المسلمين يتعلم صناعة الخمور، يبقى ده عاصي بالسفر، ده ما ادلوش من في سبيل الله، ده لانه ده احنا بتاع خمور، احنا انت جاي تتعلم هنا صناعة الخمور في مصانع جناكليس في اسكندرية، ما ينفعش، ده جاي هنا يتعين في معهد التمثيل والباليه والكونسيرفاتوار، ويشتغل لي بعد كده رقص في 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 الكازينوات بتاع شارع الهرم، وبعدين فقد ايه؟ امواله وعايز يرجع بلده، ده ما ينفعش، ده لانه عاصي بالسفر. انما ده جاي طالب علم او في تجاره حلال او يتعالج او شيء من هذا، او حتى مجرد سياحه ففقد ماله وعايز يرجع بلده، ده نديله. فهمت؟ يبقى في فرق بين عاص بالسفر وعاص في السفر. والى من يوجد منهم، يبقى ايه؟ ويكون مجتازا بلاه، واشترط فيه الحاجه وعدم المعصيه. وقول والى من يوجد منهم اي الاصناف، فيه اشاره الى انه اذا فقد بعض الاصناف ووجد البعض تصرف لمن وجد، فان فقدوا كلهم حفظت الزكاه حتى يوجدوا كلهم او بعضهم، ولا يقتصر في اعطاء الزكاه على اقل من 3 من كل صنف من الاصناف 8، ده راي الشافعيه. يبقى لو هتدي الزكاة لازم تقسمها على الأصناف كلها وتدي من كل صنف 3، لأن ربنا قال الفقراء جمع وأقل الجمع 3، والمساكين جمع، لفظ جمع وأقل الجمع 3، واخد بالك، وهكذا. يبقى إيه؟ يبقى رأي الشافعية كده، لكن اللي عليه الفتوى الآن ولو تدي لصنف 1 مش مشكلة، إلا العامل، ها
فإنه يجوز أن يكون واحدا واحد إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف لاثنين من كل صنف غرم للثالث على القول بإيه، بأنه لازم يبقوا إيه يستوعب ثلاثة، فلو ادى الاثنين بس نغرمه الثالث، واخد بالك؟ أقل متمول، وقيل يغرم له الثلث، وخمسة لا يجوز دفعها أي الزكاة إليهم، في خمسة لا يجوز ياخدوا زكاة أصلا، حرام عليهم يمد إيده في فلوس الزكاة ياخد، حرام، يبقى لو خدها يحرم عليه. خمس أنواع خد بالك منه: الغني بمال أو كسب، واحد صنايعي بيشتغل ويوميته في اليوم 100 جنيه ما يروحش ياخد زكاة، هو ما عندوش رصيد صحيح، لكن هو أصلا بيدخل له في اليوم 100 وبيصرف 70، يعني ده معاه زيادة كمان، يبقى ما ينفعش ياخد زكاة. يا الغني بكسب أو مال، يا إما عنده مال رصيد أو عنده كسب. والعبد، العبد لأنه نفقته على سيده فما ادلوش من زكاة المال، لأنه ملك سيده يصرف عليه صاحبه، فاهم؟ وبنو هاشم وبنو المطلب، اللي هم قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنو هاشم وبنو المطلب، سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لآل بيتي أنها أن الزكاة أوساخ الناس، وقد كفيتم بخمس الخمس من الغنائم، ربنا أغناكم بيها، ما تاخدوش أنتوا تمدوا إيدكم وتاخدوا من الزكوات. فالصخري من علماء الشافعية قال طالما ما فيش غنائم ووقف خمس الخمس يبقى نديهم الزكاة لحين إيه؟ لحين، ده رأي الصخري، وإن كان هنا ما مشيش على رأي الصخري، لكن إيه؟ كثير من العلماء يرجحوا رأي الصخري في هذا العصر لوقوف الخمس، الخمس اللي هو المغنم اللي بيغني ايه آل البيت وبني المطلب. وكذا عتقاهم، يعني العبيد اللي اعتقوهم في عتق، في بيبقى بينهم ولاء، واخد بالك؟ عتق يبقى اسمه علاقة ولاء، ولاء عتق، ما يدوهمش برضه، لا يجوز دفع الزكاة اليهم، ويجوز لكل منهم اخذ صدقة التطوع المشهور. طب وهل يجوز ان هم ياخذوا صدقة التطوع ام لا؟ قولان: قول ان التطوع كصدقة الفريضة لا يأخذونه، والمشهور انهم يأخذوا من التطوع ولا يأخذوا من الفريضة، واضح؟ والكافر برضو ما ينفعش ادي الكافر صدقة الايه؟ زكاة مال، يعني واحد جارك مسيحي وغلبان وعيان وتعبان ما ينفعش تدي له فلوس عشان يتعالج وتقول تحسبها من الزكاة بتاعته، انما تدي له فلوس من باب ايه؟ الاحسان للجار، لكن مش من باب انها من فريضة الزكاة بتاعته، احسان للجار ده باب تاني ما يجراش حاجه، لكن مش من باب الزكاه، واضح؟ وفي بعض الناس واحد هيقول لي هو المسيحي كافر؟ اه كافر، مره والله دكتور بيقول لي كده، يقول هو المسيحي كافر؟ قلت له حاجه غريبه قوي، تعرفش ان غير المسلم بيبقى كافر؟ طب روح كده للمسيحي قول له انت مسلم ولا مش مسلم؟ هيقول لك انا مش مسلم، يبقى ايه غير المسلم؟ كافر، ما اصل هي قسمه كده، يا مسلم يا كافر، والكفار انواع بقى، صح ولا لا؟ تروح لأي واحد يسأل بابا شنود، أنت مسلم ولا مش مسلم؟ يقول هو مش مسلم، يعني هو اللي شهد على نفسه، شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، الآية بتقول كده حتى، فالحكاية واضحة. فمش عايز أسمع السؤال الخيبان ده تاني، لأحسن كل ما أجي أقرأ الحاجات دي أفتكر الدكتور اللي قال لي الكلمة دي، متخاذ منه لحد دلوقتي، حاجة غريبة. وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر، يعني ما تصحش كمان الزكاة للكافر يعني. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين، يعني أنا لازم علي أن أنا أنفق على أبي إن افتقر، وأمي إن افتقرت، وأختي إن كانت فقيرة، وأبنائي، مش كده؟ أي واحد ملزم بهؤلاء يبقى ما ينفعش أن أنا أديهم من زكاة مالي، الجماعة دول باسم الفقراء والمساكين ما ينفعش، لكن ممكن أديهم لو كانوا باسم الغارمين، اللي هو ابني مديون اشترى شقه وعليه ديون، ادفع له باسم الغارم، ادفع له ديون شقته بس من الزكاه، لكن ما ادفعلوش حاجه ثانيه منها، فهمت؟ لانه بقى غارم مش فقير. او باسم ابن السبيل سافر اوروبا في دراسه وضاعت منه اموال هناك، وبعت لي فاكس بيقول لي انا عايزك تبعت لي ثمن تذكره عشان ارجع، يبقى هرجع له هنا لان بقى ابن سبيل، كويس؟ وادفع له ثمن التذكرة من زكاة مالي، لأنه ابن سبيل مش فقير، يبقى ما ينفعش أدي لأبنائي ولا أبي ولا أمي ومن تجب النفقة عليه من الزكاة بصفة الفقر أو المسكنة، لكن بصفة أخرى يمكن، واضح؟
ويجوز دفع إليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلا. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجول، ركز معايا، احنا تقريبا شرحناه فهنقراه قراية سريعة. بيقول: وأما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى ما يوفي دينه ولو غنيا ترغيبا في هذه المكرمة، ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده إن لم يكن له مال في طريقه، وإلا فيعطى ما يوصله إلى ماله فقط. خد بالك إن ابن السبيل ده بياخد بقدر ما يوصل لبيته أو ماله، مش بقدر إيه أزيد من كده، بحيث إن لو وصل لبيته واتبقى معاه باقي من الفلوس اللي أنا اديتها له يرجعها لبيت مال المسلمين، لا يحل له إنه يستفيد بيها. خدت بالك؟ بخلاف الفقير ياخد قدر حاجته، إنما ابن السبيل قدر ما يزول ضرورة إيه؟ انقطاع الطريق به أو وصوله لمالي أو بلدي يعني. ويعطى غاز حاجته وحاجة عياله ذهابا وإيابا وإقامة، ويهيأ له مركوب إن طال سفره أو لم يطق المشي، وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل، فإنه يهيأ له أيضا ما يركبه وما يحمل زاده ومتاعه. ويحرم على المالك اللي احنا بقى، انت دلوقتي لما بتطلع زكاة اسمك المالك، التاني اسمه الحاكم اللي هو بيجمع الزكاة عنده في بيت مال المسلمين، يبقى انت لما تطلع الزكاة اسمك المالك، يحرم على المالك نقل الزكاة من محل وجوبها مع وجود المستحقين فيه. يبقى انا بطلع الزكاة وانا ساكن في القاهرة واعمالي في القاهرة، اديها لفقراء مدينة القاهرة، ما نقلهاش حتة تانية. واضح؟ حتة مهمة دي. لكن ممكن ادي القرايب اللي في الصعيد ولا اللي في وجه بحري ولا اللي هناك، بس من صدقة التطوع، لكن مش من الزكاة. الزكاة ما نقلهاش طالما موجود المستحقين في بلد ايه وجوب الزكاة. واضح؟ ويحرم على المالك نقل الزكاة من محل وجوبها مع وجود المستحقين فيه، فإن عدموا كلهم، افرض مش موجود بقى في القاهرة الحمد لله ما فيش ولا فقير، عدموا كلهم، أو فيها عدد بسيط فديته واتبقى من مالي أو فضل عنهم شيء، وجب نقلها في الأولى إذا عدموا، والفاضل في الثانية إن فضل شيء. مش كده برضو سهلة؟ إلى مثلهم، وما نقلها لفين؟ لأقرب بلد، مش لأي بلد بعيدة بقى، أقرب بلد لبلد الوجوب. كويس؟ كل دي تفاصيل على فكرة في مذهب الشافعية، قد تكون غير موجودة في المذاهب الأخرى. يعني على مذهب الشافعية لو أنا بشتغل في بلاد البترول في الكويت مثلا أو في الإمارات أو في السعودية أو في كده، ووجب علي مال الزكاة وأنا هناك، يبقى طلع الفقراء البلد اللي أنا هناك، ما جيبهاش هنا مصر. الشافعية كده يوزع، لأنها وجبت عليه فين؟ في البلاد اللي هناك، ما ينقلهاش. واضح؟ لأن فقير المنطقة له حق في غنى أغنيائها. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم؟ يبقى فقير المنطقة له يد في غنى الأغنياء، هو اللي بيشتغل في أموال الأغنياء دي، فلما اغتنوا بجهده، فيبقى هو أولى أن ياخد زكاة مالهم لأن هو كان سبب في استثمارها. مش كده برضو؟ أنا عندي مصنع في القاهرة شغال، طب ما أنا المصنع ده اللي خلاني راجل غني وفي وسط الناس معايا أموال كتيرة، ده بجهد مين؟ العمال والصنايعية والشيالين واللي ماسكين المخازن والراجل الحارس اللي على الباب، يبقى دول ليهم يد في غناية، يبقى لما أطلع الزكاة ديهم. فهمت إزاي؟ لأن هم ليهم حق فيها، لأنها تؤخذ من أغنيائهم ترد فين؟ لفقرائهم. أنا راجل عندي 100 فدان وبزرعها وعندي مؤجرين فبتجيب لي دخل كبير، أما أجي أطلع الزكاة أطلعها للفلاحين المزارعين اللي عندي، لأن هم اللي ليهم يد في غناية أنا. فهمت؟ لأن لولاهم ولولا جهدهم وعرقهم أنا ما كنتش أبقى غني. واضح؟ دي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. ناخد بالنا منها. ما هي من نفس المدينة ما يجراش حاجة، ما المدينة واسعة، الشرط الحي ده. وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد نصيبه في الأولى والفاضل في الثانية على الباقين، يعني عدم الفقراء وبقوا كلهم مساكين، يبقى نصيب الفقراء أحطه في نصيب المساكين. عدموا الفقراء والمساكين وفي غارمين، أطلع نصيب الفقراء والمساكين وأحطه على نصيب الغارمين
وخلص الناس المدينة وهكذا، فهم؟ إن نقص نصيبهم عن كفايتهم. أما الإمام، الإمام بقى هو الذي لا يحرم لي أنه ينقل الزكاة من موضع إلى موضع، لأنه أدرى بمصالح الرعية بتاعته، ده الوحيد اللي ليه الحق الإمام بس. أما الإمام فلا يحرم عليه نقل الزكاة ولو مع وجود المستحقين في محل وجوبها، ولو امتنع المستحقون من أخذها قتلوا، زي ما عمل سيدنا أبو بكر، لو امتنع، لو الإمام أمر إن الناس تؤدي زكاتها في مصالح معينة في أماكن معينة عند موظفين معينين، وامتنع الناس أهل بلدة معينة، الحاكم ليه يعمل لهم إنذار، لو ما جيتوش يا أغنية وتدفعوا أموال الزكاة في خلال أسبوع أنا هبعت لكم فرقة من الجيش تدككم، فهمت بقى إزاي؟ يعني له أن يقاتلهم. قوله في كتابي العزيز، بس خد بالك لما يقتلهم ما قتلهمش بالنار ولا بالقنابل، يبقى ما تقاتل مسلم، اما يقاتل مسلم ما يقاتلوش بالنار، احنا قتلنا بالنار، ومع اننا نهينا ان نقتل بالنار عندنا في ديننا، لان الكفار قتلونا بالنار فاضطرينا نرد بالمثل بس، لكن لو تركونا احنا المسلمين ما نحبش نقتل بالنار ولا نحب نحرق، شفت ازاي؟ دي اداب المسلمين كده. يبقى المسلم لو هيقاتل مسلم من اجل هذا، حاكم مسلم يقاتل مواطنين مسلمين من اجل امتناعهم عن الزكاة، يقاتلهم بالكرابيك، بالعصيان، باي حاجة، بالاسلحة البيضة، باي حاجة بقى، بفرقة صعقة تخش تلعب كاراتيه تضربهم، انما ما يجيبش قنابل يرميها وعربيات مفخخة، خد بالك دي نقطة هامة. يبقى في فرق بين قتال العدو الذي يقاتلني بالنار فاقاتله بالمثل، وإن أنا أقاتل مسلم باغي، واخد بالك، إلا إن قاتلني بالنار فأقاتله بالمثل، فهمت إزاي؟ لو قاتلني بقى بالنار أقاتله بالمثل وخلاص، لأن ترد بغي المعتد، ها؟ ما هو زي ما بيحصل. ولو امتنع المستحقون من أخذها قتلوا، ولو امتنع المؤدون لها قتلوا، ده يقاتل وده يقاتل. يعني افرض الفقراء قال لك مش هناخد الزكاة، احنا عندنا عزة نفس، يقوم يقتلهم عشان ياخدوه، يحبسهم ويرزعهم علا، حد يقول له حرمنا ادينا الفلوس بقى. طبعا يعني حاجة مثال ما لم يقع الى الان، لم يقع هذا المثال الى الان، هو وقع في المالك ما وقعش في الايه، في المستحق. قوله في كتابه العزيز أي الغالب، كلمة كتابه العزيز يعني إيه الغالب، بحيث لا يقدر أحد على معارضتي والإتيان بمثل، وقولي في قوله تعالى إلى آخره، بدل من قوله في كتابه العزيز، بدل بعض من كل، لأن في كتابه العزيز دي آيات كتيرة، في قوله تعالى آية من وسط آيات، يبقى بدل بعض من كل، مش كده برضو سهلة يعني. قوله إنما إلى آخره، إنما الصدقات، يعني من المعلوم أن إنما للحصر، فالمعنى ما الصدقات إلا لهؤلاء الأصناف فلا تصرف لغيرهم، وهو مجمع عليه، وإنما اختلف في استيعابهم، فعندنا يجب استيعابهم، وعند غيرنا في المذاهب الأخرى يعني غير الشافعية لا يجب، فيجوز، فجوز بعضهم دفع إلى 3 فقراء أو مساكين، يعني جنس واحد، نوع واحد، وممن اختاره السبكي وغيره، والسبكي بالرغم انه شافعي اختار القول الثاني اللي هو مش في المذهب، كويس. وقوله الصدقات اي الزكوات سميت بذلك لاشعارها بصدق باذلها في الايمان، قول للفقراء الى اخره، انما اضيف في الايه الكريمه للاربعه الاولى بلام الملك، قال لك للفقراء والمساكين والعاملين علي والمؤلفه قلوبهم، خلاها بلام الملك للاربعه دول، وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية، قال لك وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، للإشارة إلى إطلاق الملك في الأربعة الأولى لما يأخذونه، يبقى الفقير والمسكين، وإنما صدقات الفقراء والعاملين علي والمؤلفة قلوبهم، بياخدوا من الزكاة تملكا ملكا، واخد بالك، إنما التانيين بياخدوا بقدر إزالة الوصف عنهم، إذا كان غارم ياخد بقدر وصف إزالة الديون،
ابن سبيل بقدر إزالة وصف ابن السبيل وهكذا. يبقى بياخدها لإزالة الوصف، التاني لإزالة الحاجة تملكا، والتاني لإزالة الوصف. فهمت؟ وتقييده في الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له، فإن لم يصرفوه فيه، يعني لو اديت لمجاهد مال من الزكاة عشان يجاهد، فبان له أنه لا يجاهد، لم يأذن له أبيه أو أمه، فجلس يرجع الفلوس اللي خدها لبيت مال المسلمين، لأنه خدها أصلا من أجل أنه يجاهد، فمش حاجات، يبقى يرجعها. فهمت إزاي؟ لأنه واخدها لوصف معين، لازم يتحقق بالوصف ده، لم يتحقق يبقى ما ينفعش. واضح؟ وتقييده في الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له، فإن لم يصرفوه فيه أو فضل منه شيء استرد منهم، وإنما أعاد فيه ثانيا في سبيل الله وابن السبيل، إشارة إلى أن الأولين من الأربعة الأخيرة يأخذان لغيرهما. اللي هو الغارم بياخد لغيره، الغارم بياخد عشان يدي لإيه؟ للدائن، مش كده برضو؟ وابن السبيل بياخد علشان يوصل لبلده. والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما. اللي هو في سبيل الله وابن السبيل بياخذوا لنفسهم بقدر إزالة الوصف عنه. إنما الثاني وفي الرقاب والغارمين بياخذوا لغيرهم. في الرقاب بيدفع لسيده عشان يشتري نفسه، مش كده برضه؟ يبقى بياخد لغيره، والغارم كذلك ياخد للدائن. ومن علم الدافع حاله من استحقاق وعدمه عمل بعلمه. انت وانت بتدفع عارف ان اللي بيدع ده اللي انت بتديله ده راجل فقير، تعمل بعلمك سهل، اديله خلاص واعرف ان ده من مصارف الزكاه، او عارف انه مسكين، او عارف انه مديون. فهمت ازاي؟ يبقى اعمل بعلمي. ومن لم يعلم حاله، طب انت ما تعرفش حاله، فان ادعى فقرا هو قال لك ده انا فقير، او مسكنه صدق بلا يمين. لو قال لك انا فقير او مسكين خلاص صدقه، ما تحلفوش تديله. او ادعى ضعف اسلام فكذلك، قال لك ده انا لسه اسلمت امبارح وادي اوراق اشهار الاسلام بتاعي، واهلي عادوني، وابويا طردني من البيت ومش عارف اعيش، وصاحب العمل لما عرف ان انا اسلمت كان مسيحي فطردني من العمل. يبقى ايه؟ ادعى هذا وعنده تديله. كويس؟ فكذلك لا ان ادعى عيالا او تلف مال. لكن لو قال لك انا عندي 20 عيل وكان عندي اموال كتيره وبعدين اتحرقت وفقدتها مش عارف فين، ده هنا بقى يجيب بينه، يعني يروح لبيت مال المسلمين يجيب بينه، او انت اذا كنت مالك تبعت واحد من العمال بتوعك يروح معاه يعمل له كشف، واخد بالك ازاي؟ يتحقق من انه فعلا عنده عيال، وانه ساكن في الحته الفلانيه، وان فعلا بيته اتحرق، وان وكده. فكذلك لا ان ادعى عيالا او تلف مال عرف انه له، فيكلف بينة عدلين او عدلا وامرأتين تخبر بذلك لسهولتها عليه. وكذلك لو ادعى انه عامل او مكاتب او غارم او مؤلف او مؤلف يعني من بقية اقسام المؤلفة، ويغني عن البينة استفاضة بين الناس وتصديق. ممكن ما تسألش بينة لو الناس اللي حواليه يقولك ده راجل غلبان، احنا فعلا شفنا بيته اتحرق وشفنا مش عارف ايه يعني. تجارته كسدت او شيء من هذا. وتصديق دائن في الغارم وكذلك البينة، الراجل يقول لك ده انا مديون، والتاني الدائن يقول لك ده واخد فلوسي مش عايز يسددها، يبقى ده يكسب. وسيد في المكاتب كذلك في الرقاب، يقول لك انا فعلا انا متفق معه على انه سدد لي اقساط عشان احرره وعجز عن سدده، فتصدق سيده. ويصدق غاز وابن سبيل بلا يمين. قوله هو ظاهر غني عن الشرح، وفي بعض النسخ ظاهر غني عن الشرح بإسقاط هو، والمراد أنه ظاهر غني عن الشرح من حيث العد لا من حيث معرفة حقيقة الأصناف، وبذلك قال الشارح إلا معرفة الأصناف.
قول فالفقير إلى آخره. أي إذا أردت معرفة الأصناف فأقول لك الفقير إلى آخره. فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر، وأصل الفقير من كسر فقار ظهره، مأخوذ من فقرا بالفتح أو الكسر، فقرا كضرب وسمع. ثم نقل لمن لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته، وهو عندنا الفقير ده أسوأ حالا من المسكين. أما عند الإمام مالك فالمسكين أسوأ حالا من الفقير، اختلاف في التسمية بس. يعني الإمام مالك اعتبر أن المسكين هو الفقير عند الشافعي، فهم؟ اختلاف في التسمية. ويمنع فقر الشخص ومسكنته. طيب ايه اللي يمنع بقى ان وصف الفقر والمسكنة يمنعه ان يقع على شخص معين؟ ايه الموانع اللي ما اقولش لا ده لا فقير ولا مسكين؟ ايه الموانع؟ خد بالك منها. ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب او زوج او سيد لانه غير محتاج. يعني لو واحدة زوجة تقول لك انا فقيرة، طالما متجوزة يبقى ليها جوز ينفق عليها، ماليش دعوة، ما ادهاش، زوجها ينفق عليها، فاهم؟ او مثلا واحدة قالت انا فقيرة وليها اب عايش يبقى ابوها ينفق عليها. او عبد قال لك انا فقير مكاتب وليس عندي، وهو مكاتب كتابة فاسدة، فيبقى لا يعطى لانه سيده ينفق عليه، وهكذا. يمنع اطلاق وصف الفقر عليه لوجود من ينفق عليه، واضح؟ بنفقة قريب او زوج او سيد لانه غير محتاج، كمكتسب كل يوم قدر كفايته، لان ده بينفق عليه، صحيح فقير ما يملكش اموال، لكن هو اصلا هياخد عشان يتكسي وعلشان ينام يبات في مكان وعلشان يجد اكله ونفقات علاجه، والحاجات دي بيعملها اللي بينفق عليه. لما بيجوع بيلاقي اكل، لما بيتعرض يلاقي حد يشتري له كسوه، وليه بيت بينام فيه، وعنده غطا يتغطى بيه، خلاص ماليش دعوه انا جايبه ما فيهوش فلوس، ماليش دعوه. كون جايبه ما فيهوش فلوس دي ماليش دعوه بيها. فهمت ازاي؟ لانه يجد قدر كفايته من غيره، فيبقى لا يطلق عليه وصف فقير ولا مسكين. يبقى الناس دي المتزوجات وازواجهم ما بينفقوش عليهم، وبعدين يجوا ياخدوا من الزكاه، حرام عليهم وحرام على ازواجهم. حرام على ازواجهم الامتناع عن النفقه، وحرام عليهم ان هم بياخدوا حق الفقير الذي لا يجد من ينفق عليه، لان هم اخف حالا من اللي مش واجد من ينفق عليه. واضح؟ ممكن تعمل عليه قضيه وتاخد النفقه بتاعتها من المحكمه، مش كده برضو؟ ممكن تلم عليه العيله والجيران وتاخد نفقتها بالعافيه، مش كده برضو؟ عندها مصدر تقدر تاخد نفقتها فيه، انما احنا بنتكلم على الفقير ده اللي هو ملوش سكه يعرف يخلص نفسه منه. عشان كده احنا لو نظمنا الناس تقوم تقدر ساعتها ان الاموال بتاعتك تستوعب الفقراء، انما بعد كده لو كل واحد يقول لك انا معيش معيش معيش، هتبص تلاقي قدامك 30 مليون، لكن لو صفيناهم وشلنا منهم اللي موجود من ينفق عليهم هنلاقي بقى قدامنا بقى 10 مليون بس. يبقى ريحنا نفسنا، نقوم نقدر نزيل فقر ال 10 مليون دي بدل ما نضيع ونهدر المال على 30 فيفضلوا كلهم فقراء. فاهم؟ فتاخد بالك الموانع دي، خد بالك الاول. قد يرد عليك اثناء الايه الشرح، فايد، لان ساعات الشروح تيجي السؤال اللي طرق في بالك ده يجي اجابه، فاكتبه ايده عندك يمكن تلاقي اجابته تيجي. يبقى ايه؟ يمنع وصف الفقر والمسكنه عن الشخص كفايته بنفقه قريب او زوج او سيد لانه غير محتاج، كمكتسب كل يوم من قدر كفايته. الحاجه الثانيه اشتغاله بنوافل مانعة له من الكسب. قاعد طول النهار يصلي الضحى وقيام الليل وسهران طول النهار يصلي على النبي، وبعدين ما بيشتغلش يقول لي اصل انا طول الليل بقعد بذكر ربنا، دي نوافل، وهو صحته كويسة ويقدر يشتغل، يبقى ده مش فقير ولا مسكين، ده يمنع اطلاق وصف الفقر والمسكنة عليه، لان يقدر يشتغل منشغل بنوافل وبعدين في الاخر يشحت. فهمت؟ خد بالك، يبقى ده ما ينفعش. غير المشتغل بايه؟ بعلم شرعي زي طلاب علم الشرع، لان العلوم الشرعيه طلبها فرض كفايه، فطالب العلم الشرعي ده
بيطلب فرض والتاني مشتغل بالنوافل، يبقى ايه طالب العلم الشرعي ده لا يمنع عنه ايه لفظ ايه وصف الفقر والمسكنة، فلو ان يأخذ من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة. والمشتغل بنوافل الخير منعته عن العمل والكسب؟ لا، ده تمنعه ايضا عن وصف الفقر والمسكنة. واضح؟ افرض ان الجدع ده بركة، راجل بركة من الذكر كده حاجة حلوة، اديله واكله بس مش من الزكاة، تأكله بقى ايه من ايه من مطلق مالك. راجل كويس كده يقول له والله انا هأكلك، وانت راجل طول النهار قاعد تدعي ادعيلي بس، وانا كل وجبة هجيب لك يا عم الرغيفين بتوعك تاكل، بس ادعيلي انت راجل بركة، بس ما تخصمش ده من فلوس زكاة مالك، يبقى ده بقى فعل خير انت مالكش دعوة بيه. فهمت ازاي؟ بخلاف اشتغالي بعلم شرعي يتأتى منه تحصيل وهو يمنعه من الكسب لأنه فرض كفاية، فلا يمنعهما، يعني لا يمنع ايه وصف الفقر والمسكنة. يمنعهما هنا الضمير المثنى ده يعود على الفقر والمسكنة، ولا يمنعهما أيضا، ولا يمنع وصف الفقر والمسكنة مسكنه وخادمه وثيابه ولو للتجمل وكتب يحتاجها. ما يمنعش انه هو فقير انه ساكن في الزمالك او في جاردن سيتي او ساكن في شقة على النيل او عنده خادم فلبيني، لان هي دي، لكن معهوش سيولة مش لاقي ياكل، تخش بيته زي شقة على النيل لكن معهوش ياكل، تفتح التلاجة مفيش ولا رغيف، يبقى ده فقير. فهمت بقى ازاي؟ تديله من الزكاة لانه ده عزيز قومي ذل، عزيز قوم ذل، ده تديله كمان أجرة خادمه لأنه ده ما يعرفش يعيش من غير خادم، ده جيله اكتئاب. ها؟ العقارية يبقى ياخدها من بيت مال المسلمين. ما يستحملش اللي ساكن في شقة عنيل ده تسكنه تحت السلم يكتئب وينتحر ويموت، اتربى بيه، ما ينفعش تعيشه يبقى تحت الربع، ما ينفعش، طبيعته النفسية لا تتحمل، والشرع أرحم بيه منك. فهمت بس؟ فتقول له عيش يا عم زي ما أنت عايز، ما جراش حاجة، واحنا نجيب لك أكلك. يوم يعبد ربه ويبقى إنسان صالح كده وكويس. جراش حاجة. أيوه. أيوه. يا ريت يقول اسال الناس بتوع المال. اولا في الازهر ما عندوش القوه الجبريه اللي بيجبر الناس على انهم يبينوا اموالهم بوضوح عشان يحسبها وياخدها منها، دي حاجه. وما عندوش من العمال العدد الكافي اللي بيستوعب القطر كله ويوزع عليهم، ففي قصور. يا ريت يعملوا حاجه زي دي ويعوضوا هذا القصور. يبقى خد بالك، ولا يمنعهما، يعني وصف الفقر والمسكنة، مسكنه وخادمه وثيابه. عايش في شقة، عايش في عمارة هو يملكها لكن مسكن فيها أولاده، ما بياخدش إيجار منهم، ومعهوش سيولة، وكان عنده مصنع واتخرب، وكان عنده أموال وخلصت، فشكله قدام الناس غني لكن تدور عليه في الحقيقة تلاقيه فقير. فهمت؟ ما يمنعوش وصف الفقر والمسكنة. ولو عنده ثياب للتجمل، الله ده عنده البدله ب 2000 جنيه و 3000 جنيه، وعنده كل بدله ليها جزمه شكل، وعنده من البدل 20 في الصيف و 20 في الشتاء، ده بدل كتير، مش مطلوب ان اقول له روح بيع بدلك على الرصيف، ما يتحملش ينزل يقف على الرصيف كده يبيعها، نفسيته لا تتحمل، هيجي له مرض نفسي، هيكتئب، هينتحر، هيقع في دائره الادمان. عشان ينسى بقى اللي جراله، الشرع مش عايزه كده، مش عايز يحطمه، الشرع مش عايز يحطمه خالص. لا يا عم خليك انت بيه كده، والبس احلى ثياب ويعمل كل حاجه ليكش، واحنا نجيب لك اكلك وشربك لحد ما يزول عنك وصف الفقر والمسكن. خلاص. وكتب يحتاجها، تلاقوا عنده كتب، الراجل ده اصله كان غوي قانون ولا غوي طب ولا غوي مش عارف مد علم معين، تلاقي عنده مثلا مكتبه تساوي 100,000 جنيه كتب، بس هو بيحتاجها ما يستغناش عنها، الكتب دي حياته، يصحى الصبح كده يألف المكتبة ويقرأ في الكتاب ده شوية ويقرأ في الكتاب ده شوية، عنده دي حياته، ما ينفعش آخد المكتبة دي وأروح بايعها وأجيب له بيها فجل وكرات وعيش،
ده يتحسر في قلبه، يحولها لاكل وشرب ما ينفعش، ما تستحملش، سيبها له. شوف قد ايه الشرع رحيم بالعباد، لان الشرع من الله، وربنا خلق الناس نفوس متفاوته. في واحد نفس تتحمل الفقر بشده ما يجراش حاجه، يتحمله عادي ويعيش طبيعي. في ناس تانية ما تستحملش، عندها عزه معينه، طريقه تربيه معينه، كل الحاجات دي ياخد باله منها. او فاقد مال غائب بمرحلتين فاكثر، او المال بتاعه هيجيله بس على بعد ايه؟ على بعد مسافه قصر الصلاه، على بعد حاجه و80 كيلو، وفقد المال ده وانقطعت السبل بسبب حروب، بسبب زلزال، فالطريق بقى اي حاجه، ففين على ما يصلحوه يجيله ماله او اشيء من هذا، يبقى بقى فقير خلاص نديه. او مؤجل، او المال بتاعه مؤجل، فيعطى زي حاطط كل فلوسه، حاطط 1,000,000 جنيه في الريان، والريان سلم لي على المدفوع، خلص الريان بح، ضاعت 1,000,000 جنيه، فبقى فقير. خلاص هنعمل ايه؟ فيعطى ان لم يجد من يقرضه ما يكفيه الى ان يصل ماله او يحل الاجل، لانه الان فقير او مسكين. سهله؟ عرفت بقى الحكايه؟ طيب. قوله في الزكاة قيد بذلك ليخرج الفقير في غيرها كالفقير في العرايا، وهو الذي اقتصر عليه الشارح بعد، وكالفقير في العاقلة، في فقير في عاقلة وفي فقير في العرايا. في باب العاقلة يعني الدية، واحد قتل قتيل خطأ، طست واحد بالعربية موته قتل خطأ، قامت جم حكمت المحكمة بانه العاقلة بتاعته تدفع دية القتيل، دية القتيل ده مثلا 500,000 جنيه، فأصبح بقى فقير بيلم من أسرته وعيلته وولاد عمه وعمامه 500,000، لأن العاقلة عليها الدية مش على القاتل، الدية على القاتل إن كان قتل عمد، إنما على العاقلة يعني أسرته من جهة الأب أعمامه وإخواته الذكور، إذا كان قتل خطأ يبقى اسمه فقير العاقلة. يعني إيه؟ بيعقل إيه؟ الدية، بيعقد دمه يعني. وسيأتي في كتاب الجنايات إن شاء الله، لما نقرأ كتاب الجنايات هنقرأها إن شاء الله، ده هيبقى بعد باب الجنح. قوله هو، أصل الجنايات هتقلها في الحدود، كلمة الجنايات دي في الحدود، إحنا عندنا الجروح والجنايات، والجنايات منها جروح ومنها يعني جروح تؤدي العاهة والعدمها، فقسموها دلوقتي في قانون الحديث الى جنحة والى جناية، تقسيم حديث بس، لكن هي تلاقيها في كتاب في كتب المسلمين بس ايه، باسماء مختلفة. قوله هو الذي لا مال له ولا كسب، ده الفقير الى اخره، بان لم يكن له مال اصلا ولا كسب كذلك، او له مال فقط لا يقع موقعا من كفاية العمر الغالب عند توزيع عليه، وان لم يتجر فيه، وإلا فالعبرة بكل يوم. ومعنى كونه لا يقع موقعا من كفاته أنه لا يسد مسدا بحيث لا يبلغ النصف، كأن يحتاج إلى 10، ولو وزع المال الذي عنده على العمر الغالب لخص كل يوم 4 وأقل. يعني أنا عندي 100,000 جنيه في البنك، خدتهم، خدت ال 100,000 جنيه دي مكافأة نهاية خدمة، كويس، وأنا أنهو خدمتي وأنا عندي 40 سنة، وأنا بحتاج في الشهر اصرف 3,000 جنيه مستوايا كده في الغلاء اللي احنا فيه ده، اسرتي متعودين ان نصرف 3,000 جنيه في الشهر. طيب اجي انا اقسم، المفروض انا عندي 40 سنه وكل ما املكه 100,000، وانا متوسط العمر بتاعي لحد سن ال 60 تقريبا وقد يزيد، لكن نعتبر ان انا هعيش 20 سنه كمان، 20 سنه فيهم كام شهر اضربهم في 12 يطلع 240 شهر، مش كده برضو؟ تقريبا 240 شهر، 240 شهر في 3، ما انا بحتاج 3,000 جنيه في الشهر، يبقى انا محتاج حوالي قرب الربع، 3/4 مليون، ها؟ قرب 3/4 مليون يعني تقريبا مع اختلاف الاسعار، يبقى محتاج انا 750,000 عشان تكفيني فترة عمري، لكن انا ما عنديش الا 100,000، يبقى ده فقير. يبقى ده ايه؟ فقير. ياخد زكاة ويطلع زكاة. ياخد زكاة هو نفسه.
ويطلع زكاة من 100,000. شفت بقى نوع الفقير ده حلو ده. وعلى على كده بقى تلاقي كل وزراء مصر فقراء وكل موظفين مصر فقراء لما تقسم كل ارصدتهم على بقية عمرهم متوسط عمرهم، واخد بالك ازاي، حتى جدهم فقراء. واضح؟ يبقى في نوع من الفقراء يطلع زكاة وياخد زكاة، النوع ده له مال لو قسم على بقية عمره لكان أقل من حاجته بكثير، أقل من 50% من حاجته، زي المثال اللي قلته لك، يبقى ده فقير. طب أقل من إيه؟ من 60% من حاجته، واخد بالك إزاي؟ يعني يديله 60% من حاجته، يبقى في 40% ناقص، يبقى مسكين. يبقى في الحالتين ياخد إما على وصف الفقير أو على وصف المسكين. واضح؟ يبقى بيطلع زكاة وياخد زكاة، زي كثير من الأرامل تيجي يموت جوزها يقوم العمل بتاعه يديها مكافأة ايه، نهاية خدمة ولا حاجة عشان تربية الأولاد، تاخد لها 60,000 وعندها 3 عيال بتربيهم، تحطهم في البنك، تقسمها على متوسط عمر عيالها وعمرها، تجد هي محتاجة يبقى عندها 5 مليون مش 60 عشان تعرف تربيهم كويس. يبقى دي تطلع زكاة من 60 وتاخد زكاة تربي عيالها. شفت بقى ازاي؟ فهمت القصة؟ ايوه. لما توصل لمرحلة انك انت ما عندكش كسب يكفيك يومك، اقل من 50، يعني بقيت فقير ولا ما بقيتش فقير؟ تبتدي تحسب انا رصيدي في البنك قد ايه؟ وانا فاضل لي في المتوسط العمر، ما الاعمار بيد الله، ممكن تموت بكرة وتستريح من الغلا، ما يجراش حاجة، وهنصلي عليك 4 ونكون بالواجب، واخد بالك؟ الموت عند المسلمين مش وحش على فكرة، وعشان كده الامريكان متغاظين جدا من المسلمين. لعلمك الحاجة اللي غايظة الامريكان قوي من المسلمين، المسلمين ما بيخافوش من الموت. ودي خاصية في أمة النبي. واخد دي خاصية على فكرة فهم، لأن كل مسلم عارف إن الموت دي مرحلة انتقال لحاجة أريح، وهنروح نقابل النبي وهنستريح والقبر بيبقى روضة من الجنة، فتلاقينا كده مقبلين على الموت مش أمامنا. ودي مضايقة الأمريكان قوي، مش فاهمانا، مش قادرين يفهمونا، إيه العالم اللي بتحب الموت دي؟ وهم أصلا حريصين على الحياة، ففي سوء تفاهم كبير بيننا وبينهم. فعلى أي حال إحنا بنحسب المتوسط، لكن مالناش دعوة، قد يموت الإنسان قبل كده، فاهم؟ فبتحسب المتوسط بس. طيب ومال كله حلو قوي، نقوم نبتدي بعد كده نقوم ببعضنا. لا خد بالك ان لو كان احنا بنتكلم على واحد ليس له قدرة على الكسب، فقط قدرته على الكسب، طبيبه كان عنده عيادة، انا اعرف كده واحد صديقي كان دكتور وكان عنده عيادة وشغال كويس، فتحها بشبرا، اكبر مني بعشر دفعات، 10 سنين كان اكبر مني، محمد زوام رحمه الله مات. المهم محمد زوام ده وهو راجع من عيادته بالليل على كورنيش شبرا عمل حادثة، دخل في غيبوبة فلقى رجله مقطوعة وعنده ايه كسر منخسف في الجمجمة، وبقى عنده بعد كده صرع مستمر، واخد بالك؟ بسبب الكسر المنخسف ده بقى يجيله كده نوبات انغماء وغزلانة، ما بقى صالح خلاص لانه يشتغل، وركب طرف صناعي وبقى يمشي يزك، وبياخد ادوية صرع بكميات ضخمة فبتنيمه معظم اليوم، وخلاص بقى فقير بعد ما كان راجل كسيب وتمام وراكب عربية وعايش حياة تانية، بقى عاجز فقير، عاش 15 سنة على الصدقات إلى أن مات، فقد قدرته على الكسب خلاص. إنما قبل كده ما كانش ياخد، لأنه كان بيكسب رايح جاي وفتح عيادته بيجيب كل يوم بيدخل له منها 200-300 جنيه يوميا وعايش مبسوط. فهمتني إزاي؟ يبقى لما يفقد قدرته على الكسب يبتدي يحسب بقى، أنا فاضل لي قد ايه في العمر وانا املك ايه رصيد، ويقسمهم على حاجته ويبتدي يشوف نفسه هيعيش ازاي. فهم؟ وعلشان كده بيقول ايه، ولو وزع المال الذي عنده على العمر الغالب لخص كل يوم 4 او اقل، ولو كان ما يملكه نصابا فاكثر، فيعفي زكاته مع كونه ياخذ زكاه غيره. فهمت الصوره؟ يبقى يعطي زكاة ماله اللي هو مش مكفيه ده لانه بلغ نصاب وفي ملك تام وحال عليه الحول، يبقى توفرت الشروط وهو مسلم بالغ، فهمت؟ وحر، يبقى يطلع زكاة هذا المال الذي لا يكفي اصلا لو وزع على عمره، وفي نفس الوقت ياخد زكاة غيره. او له كسب فقط لا يقع موقعا من كفايته كل يوم،
كمن يحتاج إلى 10 ويكتسب كل يوم 4 فأقل، أو له كل منهما، يعني ليه مال وليه كسب، بس بمجموع ماله وكسبه على متوسط عمره ما يقعش موقعا من حاجاته، يبقى برضه فقير. ها؟ لا، ده بيروح لبيت الزكاة المسؤول، بيت مال المسلمين، بيقدم اسمه، بيجوا يعملوا كشف حالة، وبعد كده يدوله شيك بربع مليون جنيه يزيلوا فقر بثلاثة، ب300,000، ب200,000، 500,000، حسب ما يحسبوها له. لأن بيت مال المسلمين ده هتلاقي فيه مليارات متلتلة عايزين ينفقوها، فهمت؟ بس. أو يشيع في أهل الحي بتاعه إن هو من أهل الزكاة، فالناس أغنياء أهل الحي بيدوله. عند دخول المدارس يدوله عشان عياله يدفع مصاريف المدارس، عند دخول الشتاء عشان يجيب لهم بطاطين، عند دخول رمضان علشان يجيب لهم حاجة يفطروا بيها، وهكذا. ها؟ لكن جيرانه عارفين، الجيران لبعضها، فبيعرفوا بعض، والمسلمين بيتحسسوا أحوال بعض، فهمت؟ وقرايبه عارفين الأغنياء، عارفين ظروفه، صح ولا لا؟ خلاص، لأنه مش عايش في غابة، هو عايش في بلد مسلمة، والمسلمين متودين وأقرباء بعضه، وأهل المسجد بيشوفوه بيصلي معاهم وعارفين ظروفه وهكذا، فهمت؟ أنت بتتصور بقى واحد عايش في إيه؟ على القمر. ما يجراش حاجة، اللي على القمر ده له الله، وبعدين لما يموت يستريح من الوحدة. ايه اللي طلعه فوق بس يقعد معانا هنا؟ او له كل منهما ولاقى مجموعهما موقعا من كفايته كذلك. ولابد في المال والكسب ان يكون حلالين. مهمة دي. واحدة بتشتغل رقاصة كسيبة في اليوم يدخلها 2000 جنيه، ده لا يقع موقعا عندنا، لان ده فلوس حرام، دي غلبانه، دي فقيره، دي ما تشتغليش رقاصه يا بنتي، هنديك فلوس اقعدي، مش نقول دي بتكسب يبقى ما تاخدش زكاه، لازم يبقى المكسب جاي لها من باب حلال، واضح؟ فهمت بقى؟ لازم يكون مكسبه ده بيتاجر في البانجو، ده ما ينفعش، بس واد كسيب وراكب احدث عربيه ما ينفعش، ده فقير، لان ده لو تاب لازم يخرج من ماله، هيطلع كده هتلاقيه فقير، يمكن يقلع هدومه ويقعد بغياره الداخلي، ويمكن كمان يبقى يجب عليه خلع الغيار الداخلي كمان، فيقعد في الحمام مش لاقي حاجه يلبسها، لانه لازم يخرج من الحرام كله، فمشكله كبيره. حتى تيجي تقول له اقعد في الحمام يقول لك ما الحمام انا شاريه من فلوس البنك، تقول له طب ما تقعدش في الحمام، الله هيروح فين ده؟ ده مشكله كبيره، ده يبقى فقير غلبان، يبقى ده غلبان خالص، فهمت ازاي؟ لو تاب يبقى غلبان خالص، واضح؟ ولا بد في المال والكسب أن يكون حلالين، فلا عبرة بالحرامين كالمكس وغيره من أنواع الظلم. بس واد إيه كسيب بس من القمار، يلعب القمار من دول يقشط الترابيزة، ما ينفعش كل ده، ما ينفعش، واضح؟ وعلشان كده بيقول لك بقى إيه، والعبرة في المال اللي هو عنده ونقسمه على سنين عمره والحاجات دي كلها، يبقى مال حلال، أو إنه هو يكون قادر على الكسب، الكسب الحلال، ده العبرة. فلا عبرة بالحرامين كالمكس وغير من أنواع الظلم، ويعتبر في الكسب أن يكون لائقا به، فلا عبرة بغير اللائق. يعني راجل دكتور زي الجدع اللي هو مات ده رحمه الله، اللي حكيت لك قصته، دكتور ده يعيش بمستوى دكتور، مش ما أقول أنا أعيشه بمستوى مثلا تمرجي أو عامل صغير، صح؟ ولاده تعودوا على مستوى معين ودخلوا مدارس معينة، فبالتالي لما يجي بقى يحصل له الأزمة دي لازم أعيشه على مستوى دكتور برضه، صحيح مش شرط بفخفخر بس على مستوى بتاعه اللائق به، فهمتني بقى ازاي؟ ادي الفقه بتاع المساله. ولذلك افتى الغزالي بان ارباب البيوت الذين لم تجري عادتهم بالكسب يجوز لهم اخذ الزكاه. واحده ست بيت طول عمرها في البيت، وست محترمه، وجا جوزها مات واصبحت فقيره، وهي اصلا عمرها ما خرجت السوق ولا تعرف تتاجر ولا تشتغل خياطه ولا تشتغل حاجه، ما تعرفش، ما تعربتش، لمها كده ولا اخواتها كده ولا عمتها كده، هي طول عمرها ربت بيت كده، ست محترمه في بيتها، فما ينفعش اقول لها ليه دي تاخد زكاه، ما تروح تمسح السلالم في العمارات، ما ينفعش يا سيدي، ما ينفعش دي تمسح سلالم، ما ينفعش تروح تشتغل خياطه، ما تعرفش تخيط اصلا، ما تعرفش تتعامل مع الناس في البيع والشراء، لان دي عايز تدريب، هي ما تدربتش، يبقى ساعتها تاخد زكاه. شفت ازاي بقى؟
قول يقع موقعا من حاجته أي مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد منه على ما يليق بحاله. شوف كل الكلام ده مهم، لازم تراعي حال كل إنسان على ما لا ما يليق بحاله وحال ممونه العمر الغالب. وحال كمان اللي بيصرف عليهم، ممونه اللي هو بيصرف عليهم، يعني هو افتقر لكن كان بيصرف على أمه، بيصرف على أبنائه، بيصرف على أولاد أخيه، يبقى كمان ايه يليق بحال العيال دي كمان اللي بيصرف عليهم وحال الناس دي. لكن يبقى النظر فيما لو كان عنده صغار ومماليك وحيوانات، فهل نعتبرهم بعمره الغالب لأن الأصل بقاؤهم ولو بوجود أمثالهم، أو تعتبر الصغار ببلوغهم والمماليك بأعمارهم الغالبة وكذلك الحيوانات؟ هنا بقى مسألة، احنا قايلين انا بحسب عمره الغالب، طب افرض هو بيصرف على عيال صغيرة، يبقى عمره الغالب وعمر اللي بيصرف عليهم كمان ولا بمجرد لحد ما يبلغوا يكفي، ولا عمرهم الغالب؟ ولو عنده حيوانات بمستوى ايه عمر الغالب للحيوانات ولا وهكذا؟ لو عنده مماليك يعني ارقاء احسبها بمستوى عمر العيال دي الارقاء اللي عنده ولا هو عمره هو؟ يبقى هيبقى في وجهين، هيبقى المسألة فيها وجهين. وكلامهم يومئ الى الاول ان الاعتبار بعمره هو الغالب، واخد بالك ازاي؟ وبالاطفال ببلوغهم وبامرهم، والثاني اقوى مدركا لكن الاول هو الظاهر. هيبقى هنعتبرهم الاول اللي هو عليه الفتوى بعمره الغالب لان الاصل بقاؤهم ولو بوجود امثالهم، يبقى احنا نعتبر عمره الغالب وملناش دعوه بينفق على مين، ياخد هو كفايته عمره الغالب. بعد ما يموت لو هم فضلوا محتاجين يبقى هم بياخدوا لعمرهم الغالب، يمكن على ما يعيش هو العيال دي تتخرج وتبقى بتكسب مش محتاج. فهمت؟ اما ما انت هتدي له نفقته بما يجب النفقه عليهم، يعني هو بيكفيه 5000 جنيه في الشهر عشان بيصرف على عياله وعلى امه المريضه وعلى اولاد اخوه اللي مات، بيكفيك كام؟ انا والله كان بيكفيني 5000 جنيه عايش يا دوب بالكاد، لانه فتح 3 بيوت كويس وافتقر، يبقى هتدي له ما يكفي هذه ال3 بيوت عمره الغالب هو. جاله شلل نصفي، جات له جلطه، جات له حادثه، فقد قدرته على العمل، اتقطعت ايده في حادثه قطر وهو كان بيشتغل بايده نجار محترم، وبعدين فقد ايده ما بقاش عارف يشتغل وهكذا، يبقى كل الحاجات دي تقوم تدي له انت على مستوى عمره. فهمت؟ واما فقير العرايا اللي هو مقابل للفقير في الزكاة، والعرايا ايه هي تعريف العرايا؟ بيع رطب او عنب على شجر خرصا، يعني تخمينا بدون تحقق ايه المساواة، مش كيلا بكيل، بالتخمين كده خرصا، بتمر او زبيب على ارض كيلا فيما دون 5 أوسق كما سيأتي في كتاب البيوع. وقول فهو من لا نقد بيده اي وان كان غنيا بغير النقد من العروض فلا يعطى حينئذ من الزكاة. قول والمسكين، تعريف المسكين ايه؟ من قدر على مال او كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفيه، يعني 50% فاكثر، بيكسب من كفايته 50% فاكثر لكن اقل من كفايته، بيحتاج 10 بيكسب 5، بيحتاج 10 بيكسب 6، بيحتاج 10 بيكسب 7، يبقى ده مسكين. فقير بيحتاج 10 بيكسب 4 بيكسب 3، فهمت؟ يبقى المسكين حاله اعلى شويه لكن ما زال من اهل الزكاة. قول والمسكين من قدر الى اخره، بهذا مع ما مر علم ان الفقير اسوأ حالا منه كما تقدم. وقول على مال او كسب اي او عليهما معا، فاو مانعة خلو تجوز الجمع، في حاجه اسمها او عند المناطقه، أو دي عند علماء النحو يقول لك للتأخير، مش كده برضه؟ أو للتأخير، لكن عند المناطقة تدل على منع الخلو أو منع الجمع، يسموها مانعة خلو أو منع الجمع في علم المنطق، ولا أنت ما حطيتش منطق؟ في علم المنطق يسموها إيه؟ مانعة جمع أو مانعة خلو. لو منعت، لو كانت أو هنا لمطلق التأخير يبقى يدي ده بس، لكن ما ينفعش تاخد الاثنين، يبقى يسموها مانعة جمع. فهمت؟
ومناعه خلو يعني ايه؟ يعني تقتضي يده يده يا الاثنين معا. فهمتني ازاي؟ بحيث انه لا يخلو منهما او كليهما. يبقى عندي مناعه جمع ان هي للتخيير فقط، يده يده فقط، ماليش اختيار اخر، او تكون مناعه خلو يعني تحتمل يده يده يا الاثنين معا. واضح؟ عشان كده قال لك مناعه خلو. عشان كده كان في الازهر زمان يدرسوا علم المنطق عشان يعرفوا يقروا الكتب دي. فهمت؟ لو ما درست منطق يجي يحط ايه مناعه خلو دي يتلخبط. فهمت؟ مانعه خلو تجوز الجمع، فقوله يقع كل الجمع يعني بين الكسب وبين المال او كليهما، يا كسب يا مال او كليهما معا، فتبقى او هنا مانعه خلو مش مانعه جمع. واضح؟ فقوله يقع كل منهما اي جميعهما او مجموعهما، ومعنى كونه يقع موقعا من كفايته انه يسد مسدا بحيث يبلغ النصف فاكثر. وقول ولا يكفيه خرج به من قدر على مال او كسب يكفيه كل منهما فانه غني لا تحل الزكاه لذي مره يعني ذي قوه قادر على الكسب، ما ينفعش ياخد الزكاه. راجل صنايعي، راجل دكتور، راجل محامي عنده مكتب، راجل عنده صيدليه، عنده محل بيبيع صيام، ما عندوش رصيد. يعني لو قفل المحل يجوع، لو قفل عيادته يجوع، لكن طالما بيفتحها بتجيله كفايته، يبقى ده ما ياخدش زكاه. ياخد زكاه امتى؟ لو اصيب بمرض عجزه عن انه يزاول مهنته، يبقى بقى هنا فقير، نديله بقى زكاه ساعتها. انما طول ما ربنا مديله عافيه وبيفتح محله او يفتح مكتبه او بيفتح عيادته او بيروح عمله وبيجيله دخل يكفيه، يبقى ده ما ياخدش من الزكاه. واضح؟ قوله كمن يحتاج الى 10 دراهم وعنده 7، اي او يكتسب كل يوم 7، او يكون مجموع المال والكسب كذلك، ومثل 7 6 والخمسة والثمانية والتسعة. يعني طالما 50% فاكثر الى اقل من انه يكسب كفايته يبقى ده مسكين، اقل من 50% من حاجته يبقى ده فقير. قول والعامل من استعمله الامام. العامل من استعمله الامام، ما بيقول لك والعاملين عليه. المفروض الزكاه لو هيجمعها الحاكم هيوظف موظفين يمروا على الاغنياء في مصانعهم وفي تجاراتهم، يحسبوا اموالهم وياخدوا الزكاه بتاعتهم، يبقى اسمه عامل. عامل على جمعها، يبقى ده العامل. ده ياخد مرتبه من فلوس الزكاه اللي هياخدها، بس مرتب مش كفايته، مرتب اجره يومه، يوميته ب 30 40 جنيه، اشتغل شهر يبقى 40 في شهر في 30، ياخد له 1200 جنيه، يبقى ده عامل عليه. وال 1200 دي هياخدها من الفلوس اللي بيجيبيها. فهمت؟ والعامل من استعمله الامام، اي كساع يجيبها يجبيها، وكاتب يكتب ما اعطاه ارباب الاموال، وقاسم يقسمها على المستحقين، وحاشر يجمعهم. حاشر يجمعهم، كانوا يجمعوا الحيوانات اللي هتزك، يبقى في موظف كده يجمع الحيوانات ويعدها ويطلع الزكاه. لا قاض، ابقى سيب الباب موارب علشان الناس تخش تصلي يا سيدي، امال مين بيخبط؟ سيبه مفتوح، سيبه مفتوح خلي الناس تدخل. وحاشر يجمعهم، وعليكم السلام، وحاشر يجمعهم لا قاض ووال. انما القاضي ما ياخدش، لان قد يكون القاضي له اشراف على العامل ده بتاع جاب الزكاه، لكن القاضي ما بياخدش اجرته من فلوس الزكاه، ولا الوالي نفسه اللي هو المحافظ او الوزير المسؤول ما ياخدش اجرته من الفلوس الزكاه، ده بياخد اجرته من الخزانه العامه للدوله. موظف ده موظف في الدوله ياخد اجرته من الخزانه العامه. فهمت؟ ولا قاض ووال، فلا حق لهما في الزكاه، بل حقهما في خمس الخمس والمرصد للمصالح. ونقف على قوله والمؤلفه. كان بودنا نخلص النهارده مصارف الزكاه، لكن ايه يعني ان شاء الله المره الجايه باذن الله، السبت بعد القادم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.